الثامنه صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت غرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي في اديس ابابا، وذلك تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية. وعشية القمة التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، حيث بحث أولويات البلدين في إطار الاتحاد الافريقي وسبل تعزيز العمل المشترك على مستوى القارة. من جانبه أعرب وزير الخارجية الموريتاني عن التطلع الى انعقاد اللجنه المشتركه بين البلدين اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا على تعميق التعاون من أجل نمو اقتصاد أوكرانيا وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا وخلال لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونخ بألمانيا شددت هاريس مجددا على أن بلادها ستدعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك كما بحث المسؤولان الخطوات التاليه في الرد الموحد في الملف الاوكراني الى جانب بحث التحديات مع الصين دعت الأمم المتحدة إلى زيادة كبيرة تصل إلى 500 مليار دولار سنوياً كتمويل إضافي من الدول الأكثر تقدماً في العالم لتلبية أجندة 2030 الحاسمة للتنمية المستدامة، وقال بيان أممي إن النظام المالي العالمي حتى الآن فشل في التخفيف بشكل فعال من آثار الأزمات الحالية وبشكل خاص جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وحالة الطوارئ المناخية المستمرة. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش من أن الأزمات الراهنة تؤدي إلى تفاقم الصدمات التي تتعرض لها البلدان النامية بسبب النظام المالي العالمي قصير الأجل وغير العادل على حد وصفه together system. قال اتحاد الجامعات والكليات البريطانيه انه سيعلق اضرابا خلال الاسبوعين المقبلين فيما يتعلق بالرواتب وظروف العمل وخلافات المعاشات التقاعديه للسماح بمواصله المفاوضات وقال الاتحاد ان الاضرابات التي كان مقررا لها البدء بين ايام الواحد وعشرين من فبراير وحتى الثاني من مارس لن تتم مشيرا الى ان جميع الاجراءات المقرره بعد هذه التواريخ ستظل ساريه أسدل الستار في باريس على النقاش البرلماني حول المشروع الحكومي لإصلاح نظام التقاعد، وانتهت فترة بحث الجمعية الوطنية بعد أسبوعين من مناقشات نصوص المشروع دون التصويت عليه وحتى دون تناول المادة السابعة التي تثير غضب الشارع والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030، هذا ودعت النقابات العمالية الفرنسية إلى حشد وتكثيف الاحتجاجات في فرنسا يوم السابع من مارس المقبل في حال لم تسحب الحكومة مشروعها لإصلاح نظام التقاعد حتى هذا التاريخ الذي يتوافق مع عرض نص المشروع على مجلس الشيوخ ارتفع عدد قتل الاعصار غابرييل في نيوزيلندا الى تسعه اشخاص مع استمرار عمليه ازاله المخالفات في الجزيره الشماليه التي دمرها الاعصار واكتاح الاعصار المناطق العليا من الجزيره الشماليه قبل اجتياحه الساحل الشرقي مسببا دمارا واسع النطاق وتواصلت جهود ازاله اثار الاعصار الذي ادى الى عزل بلدات وجرف مزارع وجسور ونفوق ماشيه وغمر منازل بالمياه واحتجاز السكان على اسطح المنازل قتل ستة أشخاص في عملية إطلاق نار في مقاطعة تيت بولاية ميسيسيبي الأمريكية، وقالت وسائل إعلام أمريكية إن إطلاق النار وقع داخل مجمع أركابوتلا على الطريق الذي يحمل الاسم نفسه، مشيرة إلى أن من بين القتلى امرأة، ورصد مسؤولون بمقاطعة تيت بولاية ميسيسيبي المشتبه به داخل سيارة، وتم احتجازه في الحال. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل